زي اليوم من دول اتولد في الدنيا دي بنت ولد، كانوا لنا طوق النجاة وغيروا شكل الحياة. اللي كان للدنيا دي حلم، واللي كان ليها فيلم، واللي كان لينا نجم وفنه بنستناه. اسأل تاريخنا تلاقي من العصر اللي اسمه الدائي، واسمهم اللي باقي له يديهم الحياة في ميلاد نجم. 14 سبتمبر هو تاريخ ميلاد النجم المميز يوسف الشريف. بدأ حياته الفنية من خلال دوره في فيلم 7 ورقات كوتشينا مع الفنانة روبي، وبعدها شارك في مجموعة من الأفلام زي فيلم فتح عينيه وآخر الدنيا وهي فوضى. أما البطولة الحقيقية كانت من خلال فيلم العالمي، وفي التلفزيون قدر يثبت نجاح كبير من خلال أعماله، وتفاعل مع الجمهور على السوشيال ميديا من خلال أدواره المميزة في كتير من المسلسلات، منها المواطن إكس ولعبة إبليس والقيصر وكفر دلهاب وغيرها كتير من الأعمال. وبكده خلصت حلقتنا من ميلاد نجم. منقول نجمنا كل سنة هو طيب. استنونا بكرة في حلقة جديدة. ميلاد نجم.